ده بابا. بابا طلعوا انت طلعته انت انت رفقاته بابا رفقاته. صار لك شيء؟ يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عقب من اول للسادس. لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على البناية. يعني ما في محل تبعتهم علي. هنا هو خرجي ضاين أكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ما يلي نحن والشباب، سوينا بركة. إنه مش أزل هون مهيئين حاصرنا. إنه في عنا سبب. أنا ظلم ليكن ظلم ليكن مش تقلق حمد لتجي لا 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 يا أحمد هذا يا حفرة زي طبعا الميك شي يا أحمد أحمد أهدوا استهدوا بالرحمة أنا خايف عليه دائما يعني ما عرفت طافت الشباب بس عندي أخوي أحمد يعني كم مية يموت قدام عيوني قلبي برتاح بطمن لأني إذا هم اللي بعاد عني وإذا واحد منهم صلى شيء أنا راح أبكي دم بصراحة يعني.